Je conjugue A, lis la phrase, اقرأ الجملة. Ce soir, je te raconterai l'histoire de la petite Goethe 2. طبعا هنا المتكلم الجدة تقول Ce soir, يعني هذا المساء, je te raconterai l'histoire, سأقص لك حكاية de la petite Goethe 2, قطرة الماء الصغيرة, يعني هذا المساء سأقص سأروي لك حكاية قطرة الماء الصغيرة. إذن هنا الجدة لم تحكي بعد هذه القصة وإنما سوف تحكيها ماذا؟ مستقبلا. سوسوار. إذن سوسوار المساء هنا لم يحن بعد أو لم يأتي بعد. لهذا قالت الجدة سوسوار يعني هذا المساء في المستقبل. Je te raconterai سأقص أو سأروي. إذن Le verbe raconterai مصرف في المستقبل لأن الجدة هنا لم تحكي بعد القصة ولكن سوف تحكيها مستقبلا في المساء. إذن le verbe raconterai مصرف هنا في المستقبل. بالطبع هنا raconterai c'est le verbe raconter كما نلاحظون باللون الأزرق raconter. إذن si le verbe raconter من المجموعة الأولى du premier groupe ينتهي بالطبع ب er مصرف في ماذا؟ مصرف في futur simple مصرف في le futur simple. إذن هنا raconter si le verbe raconter مصرف أو conjugue e futur simple. إذن هنا بالطبع لدينا تصريف الفعل raconter au futur simple. Futur simple يعني مستقبل بسيط بالطبع في اللغة الفرنسية وفي العربية ليس نفس الشيء بالطبع أزمنة ليست نفسها في كلتا اللغتين. إذن بالطبع هنا سوف نتكلم عن futur simple أو المستقبل البسيط. إذن مع الضمير الشخصي je raconterai Ma tu raconteras, il, elle, racontera, ne, raconteront, veut, raconterai, il, elle, avec S, raconteront. بالطبع لدينا ملاحظات هنا فيما يخص التصريف, فيما يخص تصريف الفعل, وأيضا فيما يخص نهايات الفعل E futur simple. إذن كما قلنا, le verbe raconter E futur simple. بالطبع مع الضمائر الشخصية مع je raconterai tu racontera il elle racontera ne raconteront veut raconterai il elle avec s raconteront. بالطبع هنا كما نلاحظ فيما يخص تصريف الأفعال futur simple هنا بالطبع le verbe raconter إذا قمنا بفصل هذه النهايات باللون البنفسجي هكذا إذن ماذا نلاحظ؟ بالطبع نلاحظ بأن الفعل raconter لم يتغير بقي نفسه. إذن le verbe raconter بقي مع جميع الضمائر raconter لم يتغير فيه شيء بالطبع raconter مع جميع الضمائر والنهايات بالطبع ماذا أضفنا له؟ أضفنا له هذه النهايات بالطبع كما قلنا raconter لم يتغير بقي نفسه سي لو فيرب raconter وماذا أضفنا له؟ أضفنا له هذه النهايات أي أس أ ونس أزاد أنت. إذن تصريف الفعل future simple في المستقبل البسيط نترك الفعل كما هو لا نغير فيه شيء نتركه كما هو ونضيف إليه هذه النهايات بالطبع حسب الضمائر مع جو نضيف أي مع تو أس مع إل إل أ مع نو ونس مع فو أزاد مع إل إل أفيك أس أون. إذن ما علينا سوى حفظ هذه النهايات فقط مع الضمائر بالطبع لكي يسهل علينا تصريف الفعل في المستقبل البسيط أو فيتور سامبل. كما نلاحظ هنا أي أس أ ونس أزاد وأنتي بالطبع تذكرنا بالفعل
avoir au présent de l'indicatif. بالطبع هنا le verbe avoir au présent de l'indicatif. لدينا ما je ai بالطبع j'ai apostrophe j ai اذا نفسها ai ai ما tu as نفسها ايضا ما il elle a نفسها ما nous nous avons اذا avons ما بالطبع هنا في ماذا تشبهها؟ تشبهها في ONS ONS زيادة هنا AV AV donc nous avons vous avez vous avez نفس الشيء الاختلاف يكمن في AV بالطبع هنا مع le verbe avoir AV AV مع nous و vous وهنا لا توجد توجد فقط ONS EZ كما هنا ONS EZ مع il elle ايضا تبقى كما هي ON donc ils ont او elles ont اذا كما نلاحظ هذه هي هذا هو تصريف le verbe avoir au présent de l'indicatif اذا اعيد هنا لتسهيل حفظ نهايات تصريف الفعل au futur simple n'importe quel verbe بالطبع أي فعل نقوم بكتابة الفعل كما هو مع جميع الضمائر ثم نضيف هذه النهايات بالطبع هنا كما قلنا لتسهيل حفظ هذه النهايات هي عبارة عن الفعل avoir au présent de l'indicatif كما نلاحظ بنفس اللون تشبهها جميعا ولكن هنا الفرق فقط في مع الضمير الشخصي ne كما نلاحظ ne و the إذن الفرق الوحيد يكمن مع الضميرين ne و the إذن نفسها النهايات نقوم بكتابة في نهايات الفعل au futur simple نقوم بكتابة تصريف le verbe avoir au présent de l'indicatif نفسها باستثناء مع ne نقوم بحذف avi ومع the نقوم أيضا بحذف avi إذن سوف نقوم بتطبيق عملي في هذا التمرين الأول. Roli peur conjugue le verbe chanter au futur simple يعني في المستقبل البسيط إذن لدينا demain demain بالطبع غدا إذن الفعل لم يقع بعد وإنما سيقع غدا demain c'est la cérémonie de la fin d'année يعني نهاية حفل نهاية السنة de la fin d'année نحن لدينا هنا الطرف الأول ضمائر شخصية je, tu, il, elle, etc. وهنا بالطبع صيغ le verbe chanter au futur simple أقوم بالطبع باختيار الصيغة المناسبة لكل ضمير شخصي وأربطها مع الضمير الشخصي المناسب بالطبع هنا dans la chorale de l'école فرقة المدرسة سوف أقوم بتكبير الصورة قليلا إذن مع je ماذا نستعمل؟ إذن كما قلنا مع جو نستعمل AI نهاية الفعل تكون AI بالطبع الفعل يبقى كما هو ونضيف AI donc je chanterai je chanterai AI à la fin du verbe donc je chanterai أقوم بربط بالسهم tu بالطبع AS chantera donc tu chantera il elle chantera aussi chantera avec a à la fin du verbe nous chanterons mais taba ons donc nous chanterons vous chanterez ez il elle avec s chanterons ont à la fin du verbe et donc comme nous لاحظ هنا je chanterai mais taba نفس الملاحظة في الفعل السابق راكونتي إذا شانتي لم تتغير بقيت نفسها شانتي ماذا أضفنا؟ أضفنا أي كما نلاحظ إذا سوف أقوم بوضعها في إطار فقط أضفنا له أي بالطبع مع تي نفس الشيء شانتي لم يتغير أضفنا أس مع إل إل أضفنا أ ومع نو أضفنا ونس مع ذو أضفنا UZ مع IL L avec S أضفنا ONT
إذن كما قلنا أعيد لو فيرب شانتي بقي نفسه لم يتغير، أضفنا فقط هذه النهايات حسب كل ضمير بالطبع. وكما قلنا لتسهيل عملية حفظ هذه النهايات هي نفسها لو فيرب أفوار أو بريزون لانديكاتيف ما عدا مع الضميرين نو و ذو بالطبع تختلف بحذف أفي من كلتا الضميرين. نتحصل على هذه النهايات الخاصة ب تصريف الأفعال future simple. إذن أعيد للمرة الأخيرة، عند تصريف أي فعل في زمن المستقبل البسيط future simple نترك الفعل كما هو مع جميع الضمائر، لا نغير فيه شيء، ونضيف له بالطبع هذه النهايات حسب كل ضمير بالطبع كما رأيناها هنا. إذن نترك الفعل كما قلنا كما هو لا نغير فيه شيء، ونضيف له هذه النهايات حسب كل ضمير مع جو أي مع تو أس مع إل أل أ مع نو أون أس مع ذو أزاد ومع إل أل أو أن تي. إذن مع التمرين الثاني إكخي لا فورم دي فيرب كي كونفيا بوي لي، يعني أقوم بكتابة الصيغة صيغة الفعل المناسبة ثم أقرأ. بالطبع هنا ياسين دوما، دوما يعني كما قلنا غدا، إذا نتكلم عن المستقبل دوما تي. بالطبع هنا نقوم باختيار كما قلنا صيغة الفعل المناسبة بالطبع حسب ماذا؟ حسب الضمير. هنا بالطبع لدينا تي، إذا كما نلاحظ بالدائرة تي. إذا مع تي بالطبع لو فيرب تيليفوني بالطبع ار تيليفوني يبقى كما هو لم يتغير، ولكن ماذا تغير؟ تغير النهاية بالطبع كما قلنا. إذا مع تي ماذا لدينا؟ لدينا أس. إذا نبحث عن نهاية الفعل بأس، إذا الصيغة الثانية أس كما نلاحظ. إذا تليفون غا أقوم بوضعها في إطار عوض كتابتها. إذا دوما تي تليفون غا كون تي. إذا ما زلنا مع الضمير الشخصي تي، نفس الشيء. إذن النهاية تكون أس بالطبع هنا الصيغة الأولى أ والصيغة الثانية أس. لو فيرب أريفي كما نلاحظ ER على فا أريفي بلس أ، وفي الصيغة الثانية أريفي بلس أس. إذن كما قلنا مع تي أس، إذن الصيغة الثانية التي تحتوي على النهاية أس، إذن نقوم باختيار الصيغة الثانية. إذن الجملة تصبح ياسين دوما تي تليفونغا كون تي أريفغا أ تيميمون. الجملة الثانية أميرا وي جو، إذن هنا الضمير جو بالطبع مع جو نفس الفعل تليفوني، دونك مع جو بالطبع أ إي نبحث عنها. إذن في الصيغة الثانية أ إي، إذن نختار الصيغة الثانية كما نلاحظ تليفوني تليفونري. إذن نختار الصيغة الثانية لأن مع ضمير جو ينتهي تصريف الفعل في المستقبل البسيط، مع الضمير الشخصي جو تكون نهايته بالطبع أ إي. دونك وي جو تليفونري. الجملة الثالثة ماسينيسا نو دونرون دونري، طبع كما قلنا مع نو لدينا هنا الضمير الشخصي هو نو، مع نو بالطبع نهاية الفعل تكون أونس أونس. إذن أونس الصيغة الأولى أقوم بوضعها في إطار. بالطبع هنا ماسينيسا نو دونغو، يعني سوف نقدم دولي، سوف نقدم الحليب أتونشا أون تون أبسونس، يعني سوف نقدم الحليب لقطك في غيابك أو أثناء غيابك. الجملة الرابعة تانينا ذو، إذن لدينا هنا ضمير الشخصي ذو بالطبع مع ذو بماذا ينتهي الفعل؟ بالطبع ب أزاد. إذن مونتخي أزاد مونتخون أو أنتي، دونك مونتخي أزاد كما قلنا. إذن نختار الصيغة الأولى مونتخي سور لي شامو كيل بيل أفونتور. إذن نفس الملاحظات كما قلنا بالنسبة لمثل هذه الأسئلة، نقوم أولا بمعرفة أي ضمير نستعمل في كل جملة. بالطبع هنا تو جو نو فو
ثم نقوم بالبحث عن نهاية الفعل المناسبة لكل ضمير بالطبع. وكما نلاحظ نفس الشيء، جميع الأفعال لم تتغير، بقيت كما هي في الانفينيتيف أو المصدر. تليفوني كما هنا، تليفوني، أريفي نفس الشيء، تليفوني، دوني، مونتي، إذن لم تتغير، بقيت كما هي، أضفنا فقط النهايات حسب كل ضمير. exercice numéro 8 page 79 بطبع من كتاب الأنشطة. je conjugue le verbe chanter au futur bien sûr au futur simple مع جميع الضمائر الشخصية المكتوبة هنا بالطبع. je tu il elle ne veut il elle avec s. لدينا أيضا التمرين رقم 9 و10 الصفحة 90 من كتاب الأنشطة أيضا. إذن exercice numéro 9 j'entoure la forme du verbe qui convient يعني أقوم بإحاطة صيغة الفعل المناسبة حسب الجملة بالطبع. demain nous planterons des arbres la semaine prochaine je commencerai les entraînements dans un mois il participera au concours de natation après les examens les enfants organiseront la fête de fin d'année. exercice numéro 10 je complète par le pronom personnel qui convient يعني اقوم بتكملة الجملة بوضع ضمير الشخصي المناسب حسب الجملة بالطبع او حسب نهاية الفعل. visitera Blida la ville des roses inviteront nos cousins voyagerai avec mes parents retrouvera ses amis. Bon courage. إذن مع التصحيح. Je conjugue le verbe chanter au futur. Donc, je chanterai, tu chanteras, il, elle chantera, nous chanterons, veut chanterai, il, elle avec s chanteront. إذن كما نلاحظ هنا الفعل لم يتغير، بقي نفسه شانتي شانتي في مع جميع الضمائر، وبالطبع للنهايات مع جو أي مع تو أس مع إل إل أ مع نو أون أس مع ذو زد ومع إل إل أفيك أس أون تي. التمرين التاسع قوم كما قلنا بإحاطة صيغة الفعل المناسبة حسب الضمير بالطبع. دوما نو دوما بالطبع دوما كما قلنا تعبر عن المستقبل. إذن هنا ننظر دائما إلى الضمير الشخصي هنا في الجملة نو. إذن مع نو نهاية الفعل ماذا تكون بالطبع؟ أونس. إذن أبحث هنا عن نهاية الفعل دونك بلانتي أو إر أو إن تي بلانتي أونس. إذن مع نو أونس. إذن كما نلاحظ أونس. إذن صيغة الفعل المناسبة هي الصيغة الثانية planterons donc demain nous planterons des arbres la semaine prochaine je ma je بالطبع نهاية الفعل AI. إذن لدينا هنا صيغة الفعل الأولى AI كما نلاحظ. إذن la semaine prochaine je commencerai les entraînements. الجملة الثالثة dans un mois il لدينا الضمير الشخصي il. إذن نهاية الفعل تكون A بالطبع هنا AS صيغة ثانية A كما نلاحظ. إذن نختار الصيغة الثانية حسب الضمير الشخصي il. الجملة الأخيرة après les examens les enfants بالطبع هنا le sujet c'est les enfants كما نلاحظ. إذن les enfants في الجمع محدد لي و S في آخر الكلمة à la fin du mot donc les enfants في الجمع. بالطبع لا يهمنا إذا كان مذكر أو مؤنث. إذن يمكن تعويضه بإيل أو إل أفيك إس. إذن نبحث عن أو إن تي. إذن هنا أو إن إس أو إن تي. إذن الصيغة الثانية أقوم بإحاطتها بدائرة. التمرين العاشر جو كومبليت بار لو برونو بيرسونال كي كونفيان يعني أقوم بتكملة الجملة بوضع ضمير الشخصي المناسب. بالطبع ننظر إلى نهاية الفعل
لكي نعرف الضمير المناسب. إذا لدينا الجملة الأولى visitera. visitera بماذا ينتهي بالطبع هنا؟ visiti er as à la fin du verbe as. إذا ضمير الشخص ما هو؟ بالطبع tu. donc tu visitera كما نلاحظ as à la fin du verbe. إذا ضمير الشخصي tu. inviteront بالطبع هنا نهاية الفعل هي ons. inviti plus ons كما نلاحظ inviti ons. inviteront إذا مع ons الضمير الشخصي هو ne. إذا nous inviterons. voyagerie بالطبع نهاية الفعل ai. voyagi ثم ai. voyagerie إذا مع ai بالطبع le pronom personnel je. je voyagerie avec mes parents. الجملة الأخيرة retrouvera. إذا نهاية الفعل بالطبع هي a كما نلاحظ retrouvera. إذا نهاية الفعل كما قلنا a. إذا الضمير الشخصي il أو elle بالطبع نستطيع أن نضع il أو elle كلا ضميرين بالطبع مناسبين il أو elle.